أطلقت منظمة كير العالمية فلسطين ضفة الغربية وقطاع غزة بالتعاون والشراكة مع تنمية وإعلام المرأة تام حملة مجتمعية توعوية بعنوان هي تطالب بدي أشتغل بأمان. اليوم بنطلق حملة هي تطالب. هي تطالب بشراكة مع وزارة شؤون المرأة ومنظمة كير العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة. حقيقة هنالك ارتفاع في مؤشر العنف والتحرش في المجتمع الفلسطيني، وبغض النظر عن دقة الإحصائيات أو دقة الدراسات اللي عمالها بتصير، هنالك واقع إحنا بنسمع عنه وبنعيشه، كان لابد من القيام بشيء لمجابهته. بتيجي حملة هي تطالب لإلقاء الضوء على واقع المرأة في أماكن العمل في ظل غياب الإجراءات والتشريعات والقوانين اللي تساهم في حماية المرأة من التحرش الجنسي والإساءة والاستغلال في أماكن العمل، بالإضافة لرفع وعي الجمهور الفلسطيني على هذا الموضوع وعلى أنواع وأشكال التحرش الجنسي من لفظي لنفسي لجسدي إلى آخره. من حق الجميع سواء كانوا رجالاً أم نساءً أن تكون هنالك بيئة عمل آمنة خالية من التحرش، من التنمر ومن العنف، وهذا بيأكد على أهمية العمل على الأجيال في مراحلها المبكرة، أهمية التركيز على الأسرة، وكم هنالك من الأمور التي يفترض أن نوفرها للأفراد الموجودين في بيئة العمل حتى لا يكون هنالك استمرارية في مثل هذه التصرفات. بتطالب هاي الحملة السلطة الفلسطينية بإيجاد إجراءات وقوانين للحد من العنف ولا زيادة حماية المرأة وحفاظ حقها في العمل بكرامة وأمان، بالإضافة للنقابات والاتحادات كمان أنه يكون في عندهم إجراءات وقوانين اللي بتسهل عملية الإبلاغ وصون حقوق وحماية المرأة من التحرش الجنسي والإساءة والاستغلال في أماكن العمل. في العالم أكثر من نصف النساء العاملات بتعرضوا للتحرش الجنسي والإساءة. إجا وقت نقول بكفي، إجا وقت نطالب بالحماية وحفظ الحقوق وصون الكرامة. لا يفترض فينا أنه نشتغل على القوانين الموجودة عندنا. القوانين بحاجة لإعادة النظر فيها حتى توفر الحماية والأمان. دائماً إحنا بنحكي على حقوق النساء، لكن اللي إحنا عمالنا بنشوفه أنه حقوق النساء هي فقط مش للنساء، حقوق النساء للمجتمع بشكل كامل، لأن المجتمع السليم يفترض أن يخلو من مثل هذه الأمور. حملة هي تطالب مش بس للنساء، حملة هي تطالب للمجتمع كلياته.